السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام مع مسند الدارمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في سننه وبنزلنا مع كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي رحمه الله ورحمة الله عليهم جميعا، أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن، فقال رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. نعم، هنا وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب على الخروج من المسجد لحاجة أو غير حاجة، والمسألة فيها التصريح بالعصيان كلها مرتبط بالخروج لغير حاجة. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط وروايته محتج بها في الصحيح. ورد عن عثمان: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هنا المفروض نفهم هذه المسألة، ويقول: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يسمع النداء في مسجدي هذا ثم أخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. وليس في قوله في مسجدي هذا تقييد، ليس تقييدا، هذه الصفة كاشفة، يعني والحال أنهم يكونون في مسجدي فيخرجون. وهذا رواه الطبراني في الأوسط ورواياته محتج بها في الصحيح. وورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. أعوذ بالله. شوف أن النفاق هنا يعني لأنه كما وصفهم الله جل وعلا في مسألة الصلاة، مزلزبين بين ذاك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ثم تكلم عن الصلاة قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وفي المرسل عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. يعني لو ذهب لقضاء حاجة أو ذهب ليصلي في مسجد آخر فهذا له، يعني لا يخرج من هذا الحكم. المنافقون كانوا يخرجون لأنهم يتهربون من الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله. المنافقون يخرجون لأنهم يهربون من الصلاة. فهذه الأحاديث تدل على النهي عن الخروج عن المسجد بعد الأذان إلا لحاجة، فيجوز الخروج من المسجد لحاجة، والمعنى حاجات. رجل في مسجد صلى وجلس في مجلس علم وهو يعلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، وهو يعلم أن المسجد الآخر في مجالس العلم وهو يريد أن يجلس في مجالس العلم، فيخرج من المسجد يذهب إلى المسجد الآخر الذي أراد أن يذهب إلى المجلس الذي سينعقد فيه، فيذهب إلى هذا المسجد، يبقى خرج ما خرج ليضيع بل خرج ليستقبل. فالخروج الذي فيه هذا رضي الله عنه، فالخروج لو كان الخروج لحاجة كان لو كان الخروج لحاجة صح هذا الخروج، وإن لم يكن لحاجة فإنه نفق. فالخروج لحاجة يجب، إذا خرج لمجلس علم خرج ليصلي في مسجد آخر لأن هناك مصلحة يقضيها، أو في قضاء الحاجات، أو إصلاح ذات البين، أو سد الخلات، فخروجه في هذا يكون خروجا مجازا ولا يدخل تحت قوله عصى أبا القاسم. العصيان هنا كان في النفاق، وحقيقة الأمر أن الخروج علامة من علامات النفاق، فالخروج من المسجد دون الصلاة ودون النية في الرجوع فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى أبا القاسم، استدل به العلماء، نعم رضي الله عنك حيا وعمان، استدل به العلماء على أن الخروج من المسجد بعد الأذان على الحرمة، لأنها علامة من علامات النفاق، وأن هذا فعل المنافقين، ولأن أبا هريرة قال فقد عصى أبا القاسم، والمعصية دل على فعل محرم. والجماهير قالوا بأن الخروج على الكراهة وليس على التحريم، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف خرج فاغتسل ورجع. حقيقة الأمر هذا ليس بصارف،
هو خرج ضرورة لأنه الإمام، وهو الإمام يصلي لابد أن تجتمع معه شروط الصلاة وهي الطهارة. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا، فلما تذكر بأنه كان جنبا قال مكانكم، ثم ذهب فاغتسل ورجع بأبي هو وأمي، ثم كبر وصلى بالناس. وليس هذا صرف، والصحيح الراجح ما قاله الظاهرية وبعض أهل العلم أن الخروج من المسجد دون حاجة، يعني ليس لمجلس علم وليس لصلاة في مسجد آخر وليس لقضاء حاجة وليس لإحسان للغير يحتاج إلى الإحسان ثم يرجع يصلي، ليس ذلك فإنها معصية، وأنه بذلك يكون قد عصى الله ورسوله. وهذه أيضا تكون خلة من خلات المنافقين، الخروج لغير حاجة هروبا من الصلاة، ولأن الله تعالى قال عنه قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ابن عبد البر أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على لمن لم يصلي وكان على طهارة، وكذا إن كان قد صلى وحده إلا ما لا يعد من الصلوات فلا يحل الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج الوضوء وينوي الرجوع. نعم، وهذه من الأعذار المبيحة في الخروج من المسجد، إما أن نقول حاجة اقتضت، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بعدما سوى الصفوف وأراد أن يكبر طلب منه شيئا، فجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يقضي حاجته، وناجى رجل مناجاة طويلا، ثم بعد ذلك صلى بالناس. فمن خرج لقضاء حاجة، من خرج لمجلس علم، من خرج ليصلي بالناس في مسجد آخر ما في أحد عندهم يقيم السنة إلا هو، جاز ذلك وخرج عن النهي. اللهم لك الحمد، ترضى الحمد، رضيت، نسأل الله أن يثبتنا على الخير. الفوائد المستنبطة: عظيم خطر الصلاة، لا يخاطر بها إلا منافق، لا يخاطر بالصلاة إلا منافق. جواز الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بلقبه أو بكنيته، والعرب كانت تعظم بالكنية. قال فقد عصى أبا القاسم. فضل ارتباط المسلم بالمصلى بالمسجد. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.